ازيكم عاملين ايه؟ النهارده نعمل مع بعض عصير تحفة جدا جدا للشعر وللبشرة، وبصوا فوائده خطيرة للأنيميا بقى، للأطفال من سن 6 شهور تقدري تديه لطفلك، لو عاملة دايت تشربي من غير لبن من غير سكر. بصوا جامد جدا. ايه هو؟ الأفوكادو والموز، وممكن كمان تحطي كيوي لو عايزة بقى ايه تعملي ميكس كده من الفايدة كلها. تمام. وطبعا هنحط معايا لبن، ممكن تستخدميه من غير لبن، وممكن لو انتي مش عاملة، لو انتي عاملة دايت تحط ما تحطيش سكر، ولو لطفلك ممكن تروحي حاطة عسل ابيض، العسل الابيض بيخليه تحفة جدا. ولو عندك ايس كريم، بصي ميكس جامد قوي. يلا بينا نبتدي بقى الفيديو.